يمثل الكادر التدريسي في المؤسسات التعليمية كالجامعات عصب العملية التعليمية، كادر يكفل له القانون حقوقاً مقابل أدائه واجباته. مؤخراً نفذ عدد من أكاديميي جامعة تعز وقفة تضامنية أمام كلية الآداب للمطالبة بإطلاق رواتب متوقفة لعدد من أعضاء هيئة التدريس في الكلية، محملين عمادة الكلية المسؤولية عن ذلك. نحيطكم علماً بأن زملائنا تعرضوا للاستبداد والتعسف من قبل قيادة كلية الآداب ممثلة بعميدتها الدكتورة نبيلة الشرقبي، وذلك بوقف الرواتب الزميلات والزملاء في صورة تجسد معنى التسلط في أبشع صوره. ردا على هذه المطالبات يقول المسؤولون في الجامعة إنها مطالبات غير مشروعة، كونها تتعارض مع اللوائح المنظمة لعمل الجامعة التي تقضي بتنفيذ هذه الإجراءات من قبل رئاسة الجامعة بحق أي عضو في الكادر التدريسي بدا عليه عدم الالتزام في أداء الواجبات. فقط دكتورتين فقط في كلية الآداب اللي هم خرجوا في هذه الوقفة الاحتجاجية، ما بقية الأساتذة لا ينتموا لكلية الآداب وليس من كلية الآداب وإنما من كليات أخرى، برغم أن هذا الإجراء متبع في كل الكليات وفي الجامعة كامل بقرار من الشؤون الأكاديمية والشؤون القانونية أنه أي منقطع يوقف راتبه، ونحن نرفع للشؤون الأكاديمية بما ترفع به الأقسام من التزام أو انقطاع فقط، أما إجراءات مالية ليس من صلاحية العمادة أو الكلية القيام بها. الفترة بعد الحرب حصل معنا مشكلية أنه في عدد من أعضاء الأخوة أعضاء التدريس لم يلتزموا بالحضور لأداء واجباتهم التدريسية، فكان لابد من اتخاذ إجراء يلزمهم للعودة لأداء واجبهم التدريسي تجاه الطلاب. فكان من القرارات اتخذتها قيادة الجامعة إنه إيقاف مرتبات الأخوة الذين لم يتواجدوا بمقر أعمالهم من أجل أداء واجبهم ويطلقوا رواتبهم عادي، ما فيش أي إشكالية. وعلى كل، فإن الطلبة يرون بأن انضباط الكادر التدريسي أو عدمه مسألة تؤثر على مستوى جودة العملية التعليمية ومقدار الكم المعرفي الذي يجب أن يتلقاه الطلبة في مختلف التخصصات. تأثرت العملية التعليمية بفعل الحرب اليوم، وبعد أن عادت تدريجيا وبشكل ملحوظ، يؤكد مختصون ضرورة التزام الكادر التدريسي لضمان حصول الطلبة على مدخلات تعليمية عالية الجودة ومخرجات ذات نتائج مرجوة. أيمن قائد، يمن شباب، تعز.